هكذا يجتمع سكان قرية أثوشن بمنطقة أغريب لإحياء يوم عاشوراء، حيث تعد هذه المناسبة فرصة لجمع شمل القرية وإقامة وعدة وكذا لجمع التبرعات للفقراء والمحتاجين. ثم زوارث الركن الثالث من أركان الشريعة الإسلامية تحصم الدين ناغي سيسين تسامن انتظالة انتصوزوم انتحجو ما بدأ انتزكية انتكثاق نتسية لغاشية يليونات ديارزون يوكنا دي عشران يصور دين السن سبالي من سيغ انتصدق سبالي جوزيع سبالي من سيغ انتصدق يمو من رقز انسعاري وين سعاني صور دين انتصدق شو تخلع شور اي مغذين. كما يهدف هذا التجمع إلى المساواة بين الفقير والغني وزرع روح المحبة والأخوة بين أفراد القرية وكذا دعوة الله عز وجل بصوت واحد للبركة والرضوان. يا ولاش السجين الفرق ديال الفقير أكذ الغني نعم قران نعم شطوح السجين دقي منير كلين غافيوث مطاربوث أذ تشنير كلين غيوث المكلة أذ تشنير كلين يعني غذيلينير كلين السواسية. أنا تروحون دي مشتوحون ساكن دلوادي دي مشتوحون لقدشن والله انا فرح ان شاء الله هادي يحيي ربي الدين هادي يحيي ربي ممكن اجينا لو ميديا تي في هذاك ربي تسالي وتسالي ان شاء الله امين ربي تبين البركه ان شاء الله امين. هذا وتبقى عاشوراء من بين المناسبات الدينيه التي لا يفوتها سكان قرى منطقه القبائل لتعزيز شعائر الدين وترسيخها في الجيل الصاعد.